الله يحسن عليك ونشكرك على الصبر الرحب ديالك. في الحقيقة تيقولوا ما تيقولوش شحال غابوا، تيقولوا شحال جابوا. وأنا غنبدا من أحسن حاجة خاصة نسدوا هي التصدي لوباء كورونا. كنت أتمنى صادقا بأن الموظفين الأشباح هما الأولين تعيطوا لهم يمشيوا لذوك اللجان، ماشي أصحاب الملف الطبي هما اللي تيمشيو. وهذه ماشي دافعين على شي واحد، حتى لو سجل عني انا ضد الموظفين الاشباح، لحقاش كان تشبيح وكاين الاشباح، كاين اللي شبحنا وحنا كنا نغسلو تريحو، وهذا الشيء راه مازال عندنا في الجماعه. هذا اعتبره بانه ريع غير اخلاقي وماشي من الصفات ديالك. وبما انك اول دوره درناها قلتي بان سنمارس الحكمه وتتمارسها الله يحسن عونك، ولكن فوزت مالون توري. باش انا ما تنقولش الموظفين، لحقاش الموظف عند المامور وهما اداه الفساد. سي مجبر جبد واحد الكلمه قبيله، انا المتهم يبقى بريء حتى تثبت الادانه ديالو، انا ما ندم حتى واحد. الكل متهم في هذه البلاد، كلنا شايف في هذه البلاد هذه صراحه مؤقت عندنا. انا كنت اود بان السيد الرئيس يقول لنا شحال موظف شابع عندنا، وعلاش ما عيطنا لهمش كورونا بعد؟ ياك غير جالسين تيقلتوا في القهوه، راه تيقلتوا ديما شختي قلتوا حدايا عادي، وتيخرجوا عينهم وتيقول لك تخدم غير حمار. بغيت نعرف علاش شكون منور هاد الناس اللي ما تيخدموش اخرفات البحيره، وهادشي كنا تنقولوه. سي مشكور القضيه ديال الموظفين الاشباح والعمل في التلقيح. انا غنفاجئك نقول لك انا بعض الاسماء والله لا تشفتو في اللوائح ديال التلقيح، وفرحت لانه كاع ما كانوا قالوا لي حتى الموارد البشريه حتى ما كانش كاع باين، حتى درناه في اللائحه. راه كاينه كيما شي وحدين هاربين، شي وحدين راهم حصلوا. كاين هادشي اللي كتقول ديال الشواهد الطبيه، انا راني يوصلوني واحد الخمسه ولا سته، ولكن كاين واحد اخرين اللي ما كانوا كيديروا والو، راه بان العيب ديالنا وديالهم على كل حال.